ولنقاش الغضب المتنامي إثر تأزم الأوضاع الاقتصادية في لبنان ينضم إلينا عبر سكايب من طرابلس المحامي وأستاذ القانون الدولي دكتور طارق شندب. أهلا بكم دكتور. أهلا فيك. مع تجدد الاحتجاجات في لبنان على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية خاصة في طرابلس، إلى أين تتجه الأوضاع في لبنان مع هذا الانهيار الاقتصادي والأزمة السياسية؟ اتجه الوضع في لبنان إلى وضع اقتصادي وسياسي مأزوم نتيجة لسياسة الفساد والمحاصصة السياسية، فلم نشهد حتى هذه اللحظة توقيف أي فاسد. القضاء لا يقوم بواجبه، الأجهزة الأمنية لا تقوم بواجبها بملاحقة الفاسدين وأصحاب البنوك الذين سرقوا أموال الشعب اللبناني، أكثر من 13 مليار إيداعات سحبت إلى الخارج ولم يتم توقيف أي فاسد أو أي سارق. إضافة إلى ذلك أن الذين سرقوا الأموال العامة من الوزراء والسياسيين والمحسوبين لم يتم توقيف أي شخص منهم. إذن الطبقة السياسية متورطة في الفساد، القضاء عاجز ولا يريد أن يقوم بواجبه، والأجهزة المختصة لا تقوم بأي شيء. فساد بفساد، طبقة سياسية فاسدة، قضاء لا يقوم بواجبه، الشعب يجوع، ارتفاع في سعر صرف الدولار، تهريب إلى الخارج، تهريب المواد المدعومة إلى النظام السوري وسط سقوط للأجهزة والقضاء، الشعب يئن تحت الجوع ولا أحد يهتم من قبل السياسيين المسؤولين الذين ما زالوا يتنافسون حتى هذه اللحظة على سرقة المناصب العامة والأموال العامة. في هذا السياق باعتباركم أشرتم إلى سعر صرف الدولار الذي وصل إلى حدود 10,000 ليرة لبنانية، ما انعكاسات ذلك على الأوضاع المعيشية للمواطن اللبناني الذي يعاني أساسا من أوضاع صعبة بعد جائحة كورونا والكساد الاقتصادي؟ أكيد الآن أصبح لبنان من أغلى بلدان العالم، أضف إلى ذلك أن المعاشات تراجعت قيمتها جدا بنسبة كبيرة، فمثلا أصبح الآن راتب مثلا أكبر مسؤول مثلا مدني أو عسكري لا يتجاوز ال 600 دولار، الموظف العادي راتبه لا يتجاوز ال 100 دولار، وبالتالي في ظل سياسة نائمة وثابتة للطبقة السياسية بعدم محاسبة أي سارق، لأن الطبقة السياسية بمجملها متورطة في هذا الفساد، الشعب يئن من الجوع، أموال الناس تسرق. اليوم الاتحاد الأوروبي يدرس مع الولايات المتحدة فرض عقوبات على حاتم مصرف لبنان، وهذه العقوبات يجب أن تنال كذلك كل أصحاب المصارف والطبقة السياسية التي هي بمجملها سارقة وفاسدة، والتي جوعت الشعب اللبناني، والتي سرقت ونهبت أموال الشعب اللبناني ومدخرات الشعب اللبناني، والتي سرقت مساعدات الدول للشعب اللبناني. لبنان كان من الدول التي كان فيها هناك نمو اقتصادي مهم، كانت نسبة البطالة منخفضة إلى نسبة معينة من قبل سنتين، كانت نسبة الدخل مرتفعة مقارنة مع الدول العربية، وبالتالي الآن أصبح في الحضيض مقارنة مع باقي الدول العالم، وأصبح يتساوى مع العراق ومع سوريا في نسبة الفقر والفساد وانخفاض مستوى الدخل الفرد. يرى البعض أن لإيران يد فيما يحصل في لبنان، وأن انهيار الليرة المتعمد ينفذ بأيدي وكلاء إيران في لبنان، ما مدى صحة ذلك وكيف تستفيد إيران من انهيار العملة اللبنانية؟ أكيد المستفيد من انهيار الاقتصاد اللبناني وانهيار العملة وانهيار البلد هي الميليشيا المسلحة، أي ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تدعمها إيران، لأنه في ظل وجود دولة لا مصلحة للميليشيا في ذلك. ولكن لا يجب أن نحمل فقط إيران مسؤولية الانهيار وميليشيا حزب الله التي تسيطر على المرافق اللبنانية وتأخذ موارد الدولة المالية ولتزرع المخدرات والتي تهرب البضائع المدعومة من مازوت وبنزين وطحين وغير ذلك على حساب الشعب اللبناني إلى سوريا للاستفادة منها. ولكن كذلك الطبقة السياسية الأخرى، كل الطبقة السياسية متورطة بالفساد، لذلك اتفقوا كلهم على أن لا يفتحوا ملفات الفساد لأنهم كلهم متورطون. عملاء إيران وباقي الأطراف السياسية معظمهم متورطون بالفساد، وإن كانت ميليشيا حزب الله هي الأكثر استفادة من هذا الفساد ومن هذا التورط في انهيار الدولة اللبنانية
لأن لها مصلحة بأن تفرض سلطة الأمر الواقع على الدولة وعلى ما تبقى من أجهزة الدولة، وأن تكون المستفيدة من عملية تهريب المخدرات وغيرها إلى سوريا وإلى دول العالم، وأن تكون المنفذ الوحيد لنظام الأسد حتى تستفيد، وأن تكون هي من تدير عمليات المرافق الشرعية من خلال إدخال البضائع لكي يكون هناك دخل فقط لميليشياتها، فيما الطبقة السياسية الأخرى متورطة في أعمال فساد أخرى. كلهم متفقون على الفساد، ولكنهم لن يختلفوا أبدا على أن لا يفتحوا ملف لأي فاسد، لأنهم سوف يطالهم جميعا. شكرا جزيلا لك المحامي وأستاذ القانون الدولي دكتور طارق شندب، حدثتنا عبر سكايب من طرابلس.